السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجموعة كتب ممكن تستفادوا من عندها. أنا شخصيا اشتريتها من أمازون. لاحظ Learn Rails 5، كتاب جدا رائع. هذا هو شكل الكتاب، Rails 5. طبعا هذا المؤلف الأوريلي، هذا جدا أنا أحبه، يعني يعمل كتب جدا رائعة وسهلة القراءة، يعني تفهمها بسرعة، يعني مش مثل أي مؤلف عادي. فهنا أنا بيعلمك الريلز بشكل رائع جدا. في عندك أيضا اللي هو روبي ريلز ليرن ويب ديفلوبمنت إديشن 4، هذا أيضا كتاب رائع، يعني يعرفك على مجموعة أشياء. في عندك أيضا هذا الكتاب اللي هو روبي أون ريل فور ويب ديفلوبمنت. طبعا هذا الكتاب أنا أعشقه، جدا رائع جدا رائع هذا الكتاب حقيقة. وفي عندك أيضا الكتاب هذا الروبي كوك بوك بهذا الشكل، جدا جميل. وأيضا عندك هذا الموقع اللي هو railstutorial.org. هذا الموقع بيعطيك الكتاب أصلا، تقدر تقراها مجانا أونلاين، تمام، وتقدر تشتريها باي ناو. فإذا أنت ما عندك إمكانية تشتريها، ممكن أنه أنت تدرسها. لاحظ كم هو جميل، يستطيع أنه بالبداية يعمل لك، يقول لك أنه أنت راح تعمل edit forum ويشرح لك كيف تصنع الedit forum، وبعدين تعمل هذا الشكل. لاحظ كيف تضيف الانبوتس والسي اس اس والى اخره من الامور. لاحظ وهنا انت عندك كيف تستخدم الباقي، يعني مثلا هنا عندك الموديلينج يوزرز، هسه باللهجه العراقيه باللغه العربيه الان. هنا عندك يوزر موديل، كيف تصنع يوزر موديل خاص، حقيقه يعني رائع جدا. ففي عندك ايضا اوامر سريعه جدا في عمليه عمل الكراد اللي هو كرييت ريد ابديت ديليت، اللي احنا لو اجينا على الريلز جنريت ونعمل انتر، نلاحظ من الريلز جنريت في عندنا شيء اسمه سكافولد. سكافولد عفوا سكافولد scaffold، هذا ممكن تاخذ ايضا انفورميشنز عنه عن طريق guides.ruby-on-rails.org command line. لاحظ هنا بتستخدمه، هذا يعمل لك application بشكل رهيب بس باستخدام الكود. طيب ايش تحتاج انت بعد scaffold؟ تعطي اسم التطبيق اللي تريد تعمله، مثلا هذا تطبيق هو خاص بالposts. بعدين تجي تحدد مثلا شو الاشياء الاليمنتس العناصر الموجوده في داخله، مثلا تقول له title، وهذا التايتل يكون سترينج، تمام. تعطي سبيس، تريد تضع شيء اخر؟ نعم، مثلا يكون هنا عندي position، ويكون مثلا integer، وممكن اعطي سبيس اقول له مثلا content. content اوكي، المحتوى ايضا يكون ما راح يكون طبعا string، راح يكون text مثلا. وتقدر مثلا بالاول مثلا قبل التايتل مثلا تطلب من عندنا name نقطتين وتعمل string space، email نقطتين string space. لاحظ هذا هو اسم الابليكيشن، هذا هو عنصر الاسم كسترينج، الايميل كسترينج، تذكروا لي كيف كنا نعرفه في الداتابيز، التايتل كسترينج، البوزيشن انتجر، وعندك الكونتين تكست. نقدر انه نمسح البوزيشن الان، مش محتاجينه، هو يرتبه اوتوماتيكيا. طيب نجي نعمل انتر، لاحظ منها، لاحظ المايجريشن، عمل لك مايجريشن، وعمل لك موديل، وعمل لك البوست تيست ار بي واي ام ال، وايضا حضر لك الراوتينج ريسورسز. وفي عندك ايضا الكنترولر، صنع لك كنترولر لهذا البوست. وفي الفيو حنلاحظ انه في شيء اسمه اندكست اديت شو نيكست نيو عفوا والفورم. هنا في عندك الهيلبر، وفي عندك التست، وفي عندك الجي بيلدر اللي موجودة في البوستس. طيب شو الأشياء اللي حاطة؟ هاي البقية هي أشياء إضافية للأبليكيشنز، لكن إحنا عندنا الميجريشن. مثلا لو نذهب للميجريشن،
DB migration لاحظ اكو شيء اسمه create posts. لاحظ create posts نفس الشيء، لاحظ هنا عندك ال 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 string name email title contain، لاحظ اللي كنا نصطحنا سابقا تذكرون، هذا عمل لك اياه جاهز. وايضا عندك شيء اللي هو الموديل، خلينا نشوف الموديل اذا موجود في الانفايرمنت. هنا عندنا الديفلوبمنت، لا مش هنا، في عندنا الموديل، في الموديل عندنا شيء اسمه بوست. لاحظ الموديل فارغ في البوست. لو نجي على شيء اسمه تيستس، هذا في شيء داخله اكو موديل. لاحظ في شيء عندنا البوست تيست، هذا ايضا فارغ. لاحظ هنا ايضا بيصنع، لما كنا نصنع كنترولر للبيرسون كان يصنع لنا بيرسون تيست والى اخره من الامور. فعندك ايضا ال هذا اب كنترولرز بوست كنترولر. لو نجي على الكنترولر، لاحظ هنا عندك الكنترولرز بوست كنترولر، هذا التيست. اوكي احنا وين الديفلوبمنت؟ في عندنا كنترولر مفروض هنا. لاحظ هذا كنترولر، في عندنا شيء اسمه بوست كنترولر. لاحظ في عندك مجموعه ميثودز تم تعريفها، بيفور اكشن سيت بوست اونلي، لاحظ الشو والاديت والابديت والديستروي، هذا قراءه، هذا تعديل اديت، هذا ابديت تحديث، وهذا ديستروي. الاديت الفكره من عنده شنو هو الفرق بين الاديت والابديت؟ الاديت انه انت لما تضغط على اليو ار ال بياخذها مع الاسم مع الاي دي مثلا، الابديت بعد ما انت عملت التحديث تعمل عليه ابديت. لاحظ هنا في الاندكس مثلا البوست بوست اول بياخذ كل البوست. لاحظ هنا الشو ما عندك شيء بيها، بس النيو مثلا البوست دوت نيو، لاحظت هذا كنا نصنعه احنا. لاحظ منو هذا الانستانس فاريبل، هنا عندنا الاديت متروك، بس هنا انت عندك شنو الكرييت، هذا لما تريد تصنع باراميتر جديده بياخذ الباراميتر من عندك. لاحظ اف بوست سيف يبدي يعمل لك ريدايركت بوست كرييتد، ونفس الوقت يطلع لك الستاتس شو. في عندك ايضا هنا الابديت تحديث، وهذا يعمل لك ايضا ريدايركت انه ابديتد سكسسفولي، وهنا تبدا عمليه الابديت عن طريق ال HTML والجيسون. ديستروي نفس الحاله، ورا ما يعمل ديستروي يعمل لك ريدايركت للبوست اللي تم عمل ديستروي لها. طيب فاذا بهالحاله احنا نلاحظ انه الكنترولر جاهز، يبقى علينا شو ننتقل للخطوه الاخرى اللي هو المايجريشن. المايجريشن انه نجي هنا نعمل كلير، ونجي نطلب ريلز دي بي migrate rails db migrate enter. لاحظ في عندنا create posts migrate migrating، وهنا انا اقول لك create posts migrated، اذا تم نقلها. الان لو اجينا على الراوتس مثلا، لاحظ في section الراوتس هذا، لاحظ هنا انت في عندك this is routing for a time gate 8 دقائق، تمام. get index، لاحظ resource post. لو نجي على السيرفر refresh، اوكي error، ليش؟ لانه احنا ما شغلنا السيرفر. لو نكتب rails s او server بيشغل عادي. هنا لو نجي نعمل refresh، تمام. لاحظ هنا عندك الاندكس ويلكم بيج وغيره وغيره. خلينا نشوف اذا كان عاملنا ريدايركت للبوست. لاحظ هذا هو البوست عامل له ريسورس، يعني هنا أنا this one لاحظ resources اللي هو بوست. resources ياخذ كل الريسورس اللي موجوده في البوست من input insert والى اخره من امور. نقدر ايضا البوستس نعمل له شيء، هنا مثلا عندك الروت هو محمد اندكس، صح؟ خلينا نجي نعمل روت للبوستس، سو سيف اوبس، لا هنا عندنا مشكله، get محمد لوجن
البوستس سو فور ريل موجودة. اوكي سلاش خلي نشوف هنا. لا ما بيقبل. او جيت خلي نشوف هذا يمكن ده يعمل لنا مشكلة. سيف لا في عدنا هنا راوتينج. شو المشكلة هنا بالبوست؟ لحظة خلي نشوف هنا اوفك من هذا ريسورسز بوست. لو نجي نعمل هنا ريفرش زين خلينا نتأكد من شيء. نيم ايميل تايتل كونتنت. لو نجي نعمل نيو بوست خلينا نتأكد انه هذا البوست يتم خزنها. لو نجي نعمل هنا مثلا نيم محمد والايميل محمد at gmail.com. التايتل مثلا روبي اون ريلز. الكونتين مثلا this is ruby on rails tutorial مثلا space tutorial. لاحظ هنا عندي create post وفي عندي ايضا bag. create post لاحظ post was successfully created. الاسم هو محمد, الايميل, التايتل, الكونتين. ممكن اعمل له ايضا edit مثلا هنا name محمد عيسى update. لاحظ updated successfully. back محمد عيسى الايميل title content. وممكن اعمل له show هذا يظهر لي المحتوى back. ممكن اعمل له edit back. وممكن اعمل له destroy. destroy راح يقوم بحذفها. are you sure? okay لاحظ destroyed successfully. هنا ما عدنا اي post جديد. يعني حال البوست عمله بشكل كامل. الابليكيشن كل عمله بثواني بشكل كامل. لو نجي ايضا على صح هو وين الفيو this one هذا posts. لاحظ في عندك الفورم اي ار بي ده تشوف شو عنده يطلعه. هنا عندك ديف فيلد الليبل التكست فيلد. وهنا عندك ليبل اخر ايميل. لاحظ هذا النيم الايميل. هنا بوست نيم بوست ايميل بوست تايتل. لاحظ بوست كونتين هذا الكونتين. وراح تعمل شو اسمه سبمت. هذا بيطلع لك الايرور في حال اذا في عندك ايرور موجود. وفي عندك ايضا هنا الايرور مسجز لكل ايرور. مثلا انت عملت مشكله معينه هنا بيظهر لك يعمل لوب في داخل يطلع لك each error. في عندنا هذا بيلدر ما نعرف بي بس الاي ار بي. لاحظ هنا عندك render من البوستس يجي يطلع لك show and back. هذا في من هاي في حالة اذا انت عملت edit post يعمل لك post. من من ياخذ الفاريبل من البوست اللي هو هذا من الكنترولر بياخذه. اوكي يعمل لك لينك للبوست. يعمل لك لينك للبوست الباث. هنا الاندكس لاحظ بيظهر لك اياه شكل تيبل. طبعا حنشوف كيف ايضا نضيف السي اس اس لها مثلا بوتستراب والى اخره. نيو بوست هذا اللينك نيو بوست باث. لاحظ كل الفاريبلز هو عمل لك اياه. نا النيم الايميل التايتل الكونتين بوست دوت نيم بوست دوت ايميل بوست دوت تايتل دوت كونتين. هذا ياخذ من الداتابيز. وهذا الشو وهذا اديت بياخذك للباث للبوست. وهذا ديستروي. هنا دا يطلب من عندك confirmation. هذا جافا سكريبت. اوكي فهنا انت ايضا عندك نيو اتش تي ام ال. هذا في حالة اذا تريد تعمل نيو بوست جديد يعمل لك render للفورم من البوست. وبعدين هنا عندك ايضا باك في حالة التراجع. شو اتش تي ام ال لاحظ هذا يطلع لك التفاصيل النيم الايميل التايتل الكونتين والاديت في حالة اذا تريد تعمل له او باك. وممكن تضيف له ايضا لينك اخر اللينك احنا تعلمنا كيف نعمله. فهذا ايضا البوست فيو. طيب احنا عشان عندنا مشكله بالراوتينج هنا بس خلينا نشوف التايم. خلونا نوقف نكمل الدرس القادم الراوتينج.